السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في صحه جيده. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد لاكريم دي بيلاتوار من لا فارماسي اللي الثمن ديالو مناسب للجميع. سولوني بزاف البنات على مزيل الشعر من الصيدليه، كريم مزيل الشعر من الصيدليه، وعاد تحت لي الفرصه باش نقدمه لكم. اكيد كاينين الناس اللي تعرفوه وكاينين الناس اللي ما تعرفوش. غادي نحاول نقلب الكاميرا باش نوريه لكم، نعطيكم الاستعمال ديالو كيفاش تستعملوه والوقت وشحال مده الاستعمال وعلى شحال تحيدوه وعلى شحال يعاود ينوض لنا داك الشعر الزائد. منين تتحيدوا الشعر من ديك المنطقه راه دغيا تيعاود ثاني ينوض الشعر، وكل شيء التفاصيل اللي كاينين راه مكتوبين على 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 البواطه ديالو. انا هكا حاولت نوريه لكم. كاينين النساء اللي تيستعملوه وما مستغنينش عليه ديما، يعني تياخذوه من لافارماسي ديما تيستعملوه. كاينين الناس اللي ايفيتاو حيت دغيا تينوض الشعر، تيبغيو شي حاجه اللي تطول. وبالنسبه للكريمات مزيل الشعر اللي متوجدين بحال هكا ديال ناتيك سوان فيشي، اي كريم راه دغيا تيعاود ينوض الشعر ما تيبقاش مطول بزاف. انا احسن حاجه اللي كنفضلوها هي لاساك، راكم عارفين البنات اللي متبعيني. دونك الثمن ديال ناتيك سوان ديال 35 درهم في لافارماسي. هادشي باش غادي ننصحكم، خذوه وجربوه. لوجي ما ديروش على وجهكم الا ما جربتوه فواحد المنطقه وتيديكم وجه. بالنسبه لهاد لا كريم اللي بغيت نوريكم وهو ديال ناتور سوان كريم مزيل الشعر، ثلاثي المفعول، تيحيد لنا الشعر، ترطب لنا البشره. وبالنسبه للاستعمال ديالو فين يمكننا نستعملوه، كيف تشوفوا هنايا كاتبين في الوجه والساقين وليزيسيل الابط، ولكن والوجه، ولكن بالنسبه للوجه انا تنصحكم ماشي تجيو تستعملوه على الوجه ديالكم، ديروا واحد التجربه في واحد البلاصه في الوجه ديالكم، في واحد هي شي بلاصه تكون في الوجه ديالكم تخليوها 24 ساعه الا ما شفتش تحسات لكم، عاد ديك الساعه تستعملوه الوجه ديالكم. بالنسبه لهذا الكريم هذا راه فيه انواع، فيه ديال لافوكا، فيه ديال الارغان، فيه شي 3 ولا 4 ديال الانواع. انا ننصحكم بزاف بالنسبه لديال الارغان. بالنسبه لكيفاش تستعملوه، خصكم الا بغيتوا تستعملوه على الوجه ديالكم ولا الساقين ولا الابطين، يعني البلاصه فين بغيتوا تحيدوا الشعر الزائد منها، ما تكونش يلا غاسلين، ما تكونش يلا خارجين من الحمام، بلاصه تحاولوا واحد يومين ثلاث ايام ما تغسلوش عاد تستعملوه. من بعد يعني ما ديروش واحد الكوماج لابون تاعكم عاد تستعملوه باش ما يسببش لكم حساسيه وما يديرش لكم ما يديرش لكم حبوب. كيف قلت لكم بالنسبه للوجه ماشي تجيو ديروا على الوجه ديالكم ديريكت، تحاولوا واحد البليصه ديروه فيها هو الاستعمال ديالو. من بعد ني تديري لا كريم تتكون البشره يعني ما ديرش لها واحد الكوماج واحد يومين ولا ثلاث ايام عاد تديريه ليها. ني تديري تتخليه واحد 10 ديال الدقائق، 10 دقائق من 8 دقائق حتى 10 ديال الدقائق، ديري معاه واحد لاسباتول باش تتحيدي الشعر. هاد لاسباتول هادي باش تكرتي باش تحيدي الشعر. بالنسبه للمنقول من بعد ني تتحيدي الشعر ديالك ما تحاولي ما تغسليش بشي ما سخون ولا شي حاجه، تغسليه بالماء بارد، ولا بانت لك لابون تاعك ناشفه حاولي ديري لها واحد ترطيب بشي زيت اللوز اولا. انا تنفضل تستعمل بيافين من بعد ني تنزيلوا الشعر ديالنا. بالنسبه لهاد الكريمات هادو راه ماشي يعني منين تتحيدوا الشعر ديالكم راه دغيا تيعاودينو. هنا غادي نقول لكم بالسلامه عليكم، فيديو قادم ان شاء الله. بالنسبه لهاد ناتوريسمون يعني راه بزاف الناس تياخذوها وتيخدموا بها وتجيو مزيانه. الناس اللي ما تيقدروش على لاساك ولا الناس اللي ما تيقدروش اللي ما قادرش يمشيو يديروا الليزر ولا ما عندهمش الجهد، انا تنفضل هادي على داك الغازواك العادي، تنفضل كريم مزيل الشعر على الغازواك العادي، وتنفضل تاخذوا منتوج من الصيدليه اللي يكون مضمون ويكون معروف. واي منتوج قبل ما ديروا على الجلد ولا على اللوجه ديالكم جربوه في واحد المنطقه فواحد البليصه معينه تشوفوا ما داروش لكم حساسيه عاد ديك الساعه استعملوه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، نتمنى تبارطاجيو ليا لي فيديو ديالي
وديروا لايك باش تطلع القناه ديالي عند الناس. باقي الناس بزاف ما عارفينش القناه ديالي الجديده. وفيديو اخر ان شاء الله نتلقى بكم. واي سؤال خليوه ليا في صندوق صندوق التعليق، راكم عرفتوني تنجاوب بكل شفافيه.